محافظ صلاح الدين يعتبر خدمة الناس أولوية استثنائية، ويؤكد متابعته المباشرة لكل ما ترصده وسائل الإعلام من احتياجات ومطالب. تطمينات بقوائم جديدة للتعويضات ومستحقات الفلاحين في صلاح الدين، والسوداني يدير ظهره للانتخابات والتفرغ لبرنامجه الحكومي. ائتلاف إدارة الدولة يتفق على رواتب الإقليم وحصص الموازنة، ومخاوف من استنساخ سيناريو التصعيد الطائفي والعشائري في نينوى. شراكة أمريكية عراقية جديدة توازن بين الأمن والاقتصاد وتنافس الصين وروسيا، واستغاثة في النجف من سرطان أبراج الاتصالات. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من تكريت، أهلا بكم. حيث ترأس محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب اجتماع لجنة الرصد والمتابعة لمتابعة مطالب المواطنين والعمل على تلبية الاحتياجات وفق القانون. وأبلغ المحافظ أعضاء اللجنة متابعته المباشرة لشكاوى المواطنين من خلال القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذه بعيدا عن الروتين الإداري، مؤكدا أن خدمة الناس تمثل الأولوية في برنامج عمل الحكومة المحلية. ويشار إلى أن الهلوب كان قد شكل لجنة الرصد والمتابعة لتحديد شكاوى وطلبات المواطنين المتعلقة بعمل الدوائر الحكومية في المحافظة، والتي يتم طرحها من قبل وسائل الإعلام أو المواطنين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها. وفي ملف الحقوق والخدمات، طمأن المتحدث باسم ديوان محافظة صلاح الدين جمال عقاب المواطنين استكمال إجراءات 4000 معاملة من مستحقي التعويضات بانتظار تنفيذ الموازنة لاستلامها وتوزيعها لمستحقيها. وفي جانب آخر، طلب عقاب الإعلاميين اعتماد المعلومة من الجهات المختصة لتجنب الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تتنقلها صفحات الفيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي. تعرفون جنابكم يعني كثرة التساؤلات من المواطنين عن المبالغ الخاصة بالتعويضات وتأخرها على المواطنين. صلاح الدين إلى هذا ليومنا هذا استلمت أكثر من 4000 معاملة أو تخصيص مالي للمواطنين، وننتظر إن شاء الله بعد يعني استكمال الإجراءات الخاصة بالموازنة ووصولها إلى مراحل متقدمة سوف يتم إطلاق العدد الأكبر من الأسماء اللي مستحقة التعويضات، ويعني نحاول إن شاء الله جهد إدارة المحافظة في يعني إيصال أكبر عدد، ونطمن المواطنين أنه إدارة المحافظة تعمل بجهدها الكبير مع وزارة المالية من أجل حسم هذا الموضوع. المواطنين بحاجة إلى المبالغ ما يخص الدور المتضررة والممتلكات والعجلات، وهذا حقيقة أثر بشكل سلبي على حياة المواطن يومية. إذا نطمئن المواطن أنه يعني إن شاء الله خلال الفترة القادمة سوف تصل أعداد كبيرة من المستحقين من ما يخص التعويضات. الشطر الثاني من السؤال نحب ننوه ما يخص الإعلاميين الموجودين يعملون على مواقع التواصل الاجتماعي. أحيانا نشاهد أخبار تصدر يعني ما يخص المحافظة. جنابكم تعرفون جهود المحافظة مستمرة مع الوزارات والدوائر من خلال يعني المطالبة بالاستحقاقات الخاصة بال يعني المواطنين والمشاريع، وبالتالي إدارة المحافظة وإعلام المحافظة ومكتب المتحدث الرسمي هم أولى بهذا الموضوع، وأي إعلامي يحتاج إلى معلومة ممكن أن يتصل بنا ونوضح له الموضوع. ظهرت البارحة خبر ما يخص 72 موظف من الذين لم تظهر أسماءهم ضمن القوائم الخاصة بالعقود 315، و ظهر أنه يعني يوجد قرار للمحكمة الاتحادية ردد القرار، وبالتالي هم سوف يعني يستلمون مستحقاتهم وسوف تكون لهم مباشرات بعد وصول الكتب الخاصة من وزارة المالية. هذا الموضوع حقيقة هو متابع من قبل من إدارة المحافظة، الحسابات والموارد البشرية،
ووزارة المالية وموضوع متابع وباستمرار، ولدينا معلومات كاملة على الموضوع. إذ إن ما يخص يعني ذكرنا قسم من الإعلاميين الموجودين اللي عليهم التوخي في يعني نشر الأخبار الخاصة بالمحافظة، ولا نسمح بحقيقة بهذا الموضوع. من الممكن أن يعودوا إلينا و نعطيهم أي معلومة بالتوضيح، ليست يعني ظهور الخبر على شكل يعني غير واضح للمواطنين، ولا يعني جهود المحافظة المستمرة لا نقبل أن تجير إلى أي شخص. هذا الموضوع خاص بعمل المحافظة، موجود إعلام المحافظة وموجود المتحدث الرسمي، ممكن أي زميل من الزملاء اللي يعملون ضمن المواقع التواصل الصفحات لديهم صفحات أن يتعامل مع يعني إعلام المحافظة، وممكن يأخذ الخبر هذا في حالة أنه كان يعمل هو ضمن مؤسسة إعلامية، سواء وكالة أو تلفزيون أو إذاعة أو صحف يعني على المواقع التواصل الاجتماعي، لكن بالصفحات نجد حقيقة مواطنين أو يتعاملون بالأخبار بشكل كيف ما يريد هو بصفحته الشخصية. لا، هذا الموضوع حقيقة ما نقبله. أبوابنا مفتوحة لكل الزملاء الموجودين، وممكن أن يأخذ الخبر من عندنا. بالتالي العمل مستمر على مركزية العمل ما يخص الإعلام في المحافظة. نحن بحاجة إلى مركزية العمل ما يخص الجانب الخدمي والأمني، وبالتالي أكو تعاون كبير بين إعلام المحافظة والمتحدث الرسمي وإعلام الدوائر الأمنية، إعلام القيادة وإعلام العمليات وإعلام الدوائر الخدمية التي تعمل حقيقة ضمن السياق اللي احنا نعمل به. أما ذكرنا الأخوان اللي يعملون بالصفحات الأخرى الشخصية، فعليهم أن يعودوا إلى إعلام المحافظة وإلينا بدون أن ينشر خبر وهو ما يعرف شنو أساس الخبر. في السياق، أعلن مدير فرع شركة الحبوب في صلاح الدين دحام علي أحمد قرب وصول المستحقات المالية المتبقية للفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة إلى سايلوات الحبوب بالمحافظة، وأكد مواصلة دعم المزارعين للحفاظ على النتائج المرضية التي حصلت عليها صلاح الدين بعد حصدها المركز الثاني على العراق بناتج وصل إلى 830 ألف طن من الحنطة. محافظة صلاح الدين هي من المحافظات الزراعية المنتجة لمحصول حنطة. توفرت الظروف الطبيعية والإرادة الربانية بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مدير الزراعة والفلاحين على زراعة محصول حنطة، وكان موسم ناجح وكميات كبيرة مقارنة بالعوام السابقة. وصلت كميات الإنتاج إلى أكثر من 830 ألف طن. هذه الكمية تم استلامها في مخازن الشركة العامة للحبوب فرع صلاح الدين بشكل كامل. تم إجراء مناقلات سريعة لاحتواء كل الكميات اللي منتجة من مديرية صلاح الدين، وبالتالي حصلنا على المركز الثاني بالكميات المنتجة. نعم، أخواننا الفلاحين اللي سوقوا محصولهم على فرع صلاح الدين نطمئنهم بصرف مستحقاتهم. تم صرف أكثر من 435 مليار لمحافظ صلاح الدين. هناك مبالغ متبقية يجري تخصيصها من وزارة المالية تباعا. هذا اليوم وصلتنا إشعارات جديدة، وفي الأيام القادمة خلال هذا الشهر إن شاء الله مع وزارة التجارة ووزارة المالية يتم إنهاء الملف المالي للفلاحين ويتم استلام كل المستحقات للفلاحين. ونبقى في الجانب الخدمي، إذ تناظرت قرية الحدادية بتل قصيبة ومنطقة النعمة الشمالية بمشهد معاناة انعدام الخدمات بمختلف الجوانب وأهمها قطاعي الصحة والتعليم. وفي ذات دائرة العجز الحكومي تتشابه المناشدات المطالبة بتحسين الخدمات التي عجزت الحكومة المتعاقبة عن توفيرها ودفع ضريبة ذلك التقاعس المواطنون دون ذنب لهم سوى أن ماسكي زمام الأمور تجاهلوهم لأسباب شتى جميعها لا تبرر النقص الخدمي. منطقة الحدادية منطقة تقريبا نقدر نقول عنها منطقة منكوبة من كل الاتجاهات، من مدارس، من شوارع، من مياه. الشباب عاطلين، شبابنا كلهم عاطلين عن العمل. هذا الشباب يشوفهم كلهم هذول عاطلين عن العمل. مدارس ثانوية ما عندنا، متوسطة ما عندنا،
نروح طلابنا نوديهم لتلق صيبة تقريبا بالعشر كيلوات عن قرية الحدادية. بالشتاء من يصير المطر السيارات ما تطلع للشارع. حجي كم بيت انت هنا في هاي المنطقة؟ تقريبا بال 500 بيت منطقة الحدادية ككل. ما زاركم اي مسؤول؟ ما زارنا اي مسؤول. بس بيتي انا ست شهداء عندي. بس بيتي انا ست شهداء عندي. لحد الان ما وقف عندي علي مسؤول وقال شلونك شو قاعد تسوي؟ أول شيء عندنا قلة خدمات المياه وقلة المراكز الصحية وقلة المدارس وقلة الشوارع، تبليط الشوارع للمراكز، مراكز المناطق مثل المدارس، وأصلا مركز صحي ماكو، ومدارس بس ابتدائية فقط، متوسطة ماكو، وتحلية ماكو مياه تحلية للمياه الصالحة للشرب. و نطالب زيارة الوجهاء والمسؤولين والمحافظ إلى هذه المنطقة الميتة اللي أنطت تقريبا 50 شهيد من 2014 لحد هذه الساعة. نعاني من ضعف الكهرباء ومي مي حلو ماكو، ننقلب تنكرات مية، تنكر يعني بخمسين ألف. نطالب بمحافظ صلاح الدين زيارة هذه المنطقة ومدارس ماكو، وكاد تدريسي ماكو، نطالب بتوفير هذه المدارس وكادر تدريسي وشوارع ماكو في هذه المنطقة، ونطالب في توفير هذه الشوارع والمدارس ومستوصف لا يوجد في هذه المنطقة. وفي بيجي لم تدم فرحة الأهالي بحملات الأعمار طويلا، إذ أثار توقفها استياء المواطنين مبينين أن القضاء هو الأكثر تضررا من الحرب الأخيرة على الإرهاب والعمليات العسكرية، مطالبين الحكومة المحلية بمعالجات حقيقية لأوضاعهم خاصة بالجانب الخدمي. نناشد السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أن ينظر بعين العطف إلى مدينة بيجي المنكوبة، يعني محافظة صلاح الدين عامة وخاصة مدينة بيجي، لأن مدينة بيجي نتمنى أنه يجي يزورها، نتمنى أمنيتنا أنه يجي يزورها ويشوف الوضع المزري من كل النواحي، الخدمات، الكهرباء، المي، شوارع، زفت، يعني بهدلة وبيجي تبهدلت بهدلة ما صايرة. يعني لو تاركيه على قبل افضل، لانه حطوا الارصفه وشالوا البيوت، شالوا السقايف، شالوا الارصفه مالت البيوت، يعني على الاقل كنا مسوين احنا صابين قدام البيوت اهون من هسه. السيارات الطب تطلع عجاج، الكهرباء الوطني تعبانه، المي قليل يعني مراشنه يعني من وراء الكهرباء. مواطنين اكثر مدينه تعاونوا هي مدينه بيجي، بالعكس يعني متعاونين قبل ما يصلهم المسؤولين البلديه رفع الازال، هم متعاونين لان يقول لك انا اريد خدمات، فالمواطنين متعاونين يعني ما اتصور بقى احد ما رفع تجاوز. حمله اعمار كبرى اعلام فقط، احنا نريد واقع حال، احنا نتمنى يعني نكون اسوه بمحافظه نينوى، كركوك، الانبار، يعني صلاح الدين شو تفرق عنه هاي ثلاث محافظات؟ يعني شنو السبب؟ دا ياخذون موازنه اكثر، وعندنا بتر دولار، اللي ما نعرف وين دا يروح. نناشد رئيس الوزراء ان يتدخل شخصيا في حل موضوع بيجي، عقيم، واحنا هسه كل اهالي بيجي على يقين انه هذا الحمله توقفها انه تقاطعات سياسيه، وفساد. السلام عليكم، ماكو خدمات بحي العصر البيجي كلها. سبب هاي 14 سووا شو اسمه سلوا الشارع الرصيف على من بيوتنا. بيوتنا اندفنت والمزابل، جت المدارس، جت الطلاب، وجانا المطر، وين نروح وين نمشي احنا؟ عافوا الشغل ومشوا وراحوا، يوم بيت عاطينهم مكان. احنا وين نشكل من؟ نشكل الله. ماكو اي خدمات بيجي؟ هذا احنا حي العصر نسال. كله حي العصر سقط صار. كل البيوت تشكي. كل البيوت الرصيف على البيت. وين شارع ام بلط؟ لا هاي صار 14، هاي صار 7 8 شهر من هنا. كهرباء زفت، المي كل يوم ويوم يجينا الساعة ويطفونه. أبو المولد ياخذ لنا 15 لمبير يعلق ب 11 ب 12 الظهر. 12 الظهر يعلق ومن الخمسة يطفي.
الصبح. طيب مناشدة شنو؟ مناشدنا نريد الشوارع تبلط قبل الشتاء. نريد خدمات الشارع. ونريد هذا الرصيف يشيلون ينصون اياه. سقطت بيوتنا ما شوف صور وشوف. وتبهدلت بهدله ما صارت. مثل ما تشاهدون هاي حقيقة مدينة بيجي وخاصة الحي العصري. استبشرنا خير بقدوم الشركات وبلشوا بالعمل وحملة الأعمار الكبرى والتجاوزات، واحنا حاليا وقفنا يعني ويا الحكومة المحلية ورجعنا التجاوزات. وراها فترة توقف العمل وصار لنا سنة على هذا العمل يعني متوقف، وشبعنا أتربة وهاي وضعيتنا، والأوساخ والأمراض كثرت بهاي المدينة. فإحنا نطالب من الحكومة المركزية، نطالب من رئيس الوزراء التدخل لإيجاد حل لهذه المعاناة، لأن معاناة فعلا. إحنا مو عبالك بسنة 2020، بسنة 2023. فنطالب من الحكومة المركزية التدخل لإيجاد حل هاي المعاناة. شكرا. البيجي يعني مع العلم بأنه هي عندنا شركة مصافي، بس منتجع الحقيقة واقعها مؤلم. شوارع مدمرة، بيوت مدمرة، يعني نقدر نقول بأنه أسوأ قضاء حاليا بالعراق في سنة 2023. واقع الخدمات بمدينة بيجي مو بالمستوى المطلوب أبد، واقع متردي 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 جدا. فنطالب يعني من حكومة المركزية ضروري لإيجاد حل هاي المعاناة. وفي الجانب الآخر من المطالبات، تفاجأ أهالي قرى عوينات والأطرابلة وبيجي بمحافظة صلاح الدين من مباشرة الجهات المختصة بردم بحيرات الأسماك رغم قرار رئاسة الوزراء تأجيل ردمها حتى نهاية العام الجاري، وأشاروا إلى تكبدهم خسائر مادية جسيمة جراء الاستعجال بتنفيذ قرار الردم، مطالبين الحكومة المحلية ورئيس الوزراء تأجيل إزالة بحيراتهم التي تعد مصدر عيشهم الوحيد لتجاوز مصاعب الحياة. طبعا احنا مجموعة من مربي الأسماك في قرية عوينات في محافظة صلاح الدين، تفاجأنا بقرار ردم بحيراتنا المفاجئ. طبعا احنا يعني على ضوء ما كان قرار رئيس الوزراء اللي هو يبلش ردم البحيرات في 31/12/2023، وعلى ضوء هذا الشيء احنا بدينا بعملنا وباشرنا. حاليا احنا متزمين مع اصحاب المعامل وعلينا ديون يعني مبالغ جدا كبيره ما نقدر نسدها، فاحنا نطالب رئيس الوزراء والجهات المعنيه بمنحنا فرصه وتاجيل مده ردم البحيرات لحين اكمال الموسم الحالي. اهالي عوينات الكرام، احنا اهالي عوينات الكرام اصحاب البحيرات، انتم تفاجئنا بقرار ردم البحيرات. مع العلم انتم نزلتوا قرار 31/12، هذا القرار نزل من مجلس الوزراء ونزل من وزاره الري ونزل من وزاره الموارد المائيه. تفاجئنا بهذا القرار. زين احنا نطالب بهاي المده الزمنيه اللي انطيتوها من 31/12، شنو السبب اللي خلاكم تتراجعون بهذا القرار؟ شنو المغزى؟ ليش؟ باوع على الناس الفقراء، باوع على المساكين، باوع على العوائل اللي راح تتشرد، ليش؟ نطالب بتمديد مدة ردم البحيرات، تفاجأنا بهذا القرار مال ردم البحيرات، يعني حطينا سمك، خسرنا العدنة والمعدنة، انطلبنا للمعامل، انطلبنا للأمة كلها، وين راح نروح إيده؟ ردمت بحيراتنا هسه وحاطين فلوسنا كلها بالأحواض، وين راح نروح؟ احكوا لي. نطالب سيادة المحافظ، أنت رئيس السلطة، هرم السلطة في المحافظة، نطالبك أن تسوي لنا حل. برلمانيين صلاح الدين، برلمانيين صلاح الدين، مطلوب منكم وقفة لأهالي المنطقة، مو لأهالي منطقة عوينات، لأهالي صلاح الدين بالكل. برلمانيين صلاح الدين، ممثلين شعب صلاح الدين، أنتم ممثلين شعب صلاح الدين، ما راح تكون بمنية هاي من عندكم، هاي راح تكون واجبكم. عيشتنا على الشغلة هاي ومطلوبين للناس، واحنا سمعنا كلام رئيس الوزراء، سمعناه انطانا المدة 1/12 وخلينا العدنا والمعدنا، خلينا مالنا وانطلبنا ومطلوبين للناس ومطلوبين للمعامل ومطلوبين للسماكة
والناس كلها طالبنا والشباب اللي عندنا كلها قاعدة، كلهم ما عندهم وظيفة، يعني ما عندنا واحد متوظف خلاص، كلها يعني عمالة يشتغلون، اللي يكرف واللي يحشب البحيرة واللي يحمل سمك، وشدنا على الموضوع هذا، ما عندنا غير عيشة. والناشد رئيس الوزراء يساعدنا ينطينا مدة خلال شهرين. شهرين ما يخلي ولا بحيرة، خلي يبلشها كلها. شوف هذول كلهم العامل عايش، ابو البحيرة عايش، ابو الكي عايش، كلها عايش على هالمصلحة. فريد نعدهم انه مهلة شهرين حتى نقدر نفرغ البحيرات وراها عود شلون يعني بلكت. ايه ف ايه محافظة صلاح الدين احنا قرية عوينات مثل ما تشوف كلها عايش على يعني المصلحة. فاحنا نريد فزعتكم، نريد رسالة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وللمحافظ صلاح الدين، يعني همين فريد بلكت تقدر يأجل لنا المهلة شهرين. للوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي محافظة صلاح الدين، وكان في استقباله قائد شرطة المحافظة والقيادات الأمنية. ونقل الخالدي توجيهات رئيس اللجنة الأمنية العليا للجميع والوقوف على مدى الاستحضار والاستعدادات والتحضيرات الأمنية في المحافظة في حماية مراكز تسجيل انتخابات مجالس المحافظات والاطلاع على الخطط الأمنية المنفذة والإجراءات المتخذة والمقترحات والاحتياجات من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة. وعلى هامش الزيارة أيضا التقى النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن وكيل وزارة الداخلية بحضور قائد الشرطة، وبحث معه احتياجات قيادة شرطة المحافظة من ناحية العدة والعدد، إلى جانب تطوير إمكانات القيادة بالتقنيات الحديثة والأسلحة والآليات. من جانبه قال وكيل الوزارة أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على الواقع الأمني للمحافظة والسعي إلى تدعيم وتعزيز الأمن. ولأن الجميع ينتظر الحلول التي قد تحدثها انتخابات مجالس المحافظات، دعا مكتب المفوضية في قضاء بلد المواطنين إلى تحديث بياناتهم والتعاون مع اللجان المختصة من أجل تحديث البيانات واستلام البطاقة البيومترية. التفاصيل مع عبد الجبار مهدي. مفوضية الانتخابات مكاتب صلاح الدين تستقبل المواطنين يوميا من الصباح وحتى المساء بتحديث بياناتهم ومراجعة مكاتب التسجيل لمراجعة بياناتهم بعد تمديد فترة التحديث لاستقبال أكبر عدد من المواطنين للمشاركة بالانتخابات وضمان حقهم لتمثيل مرشحين في مجالس المحافظات القادمة. كان من المؤمل أن تنتهي فترة تحديث سجل الناخبين يوم 9/8، إلا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مددت فترة تحديث سجل الناخبين إلى يوم 12، أي اليوم السبت نهاية الدوام الرسمي. لذا ندعو المواطنين إلى استغلال هذه الفرصة لغرض تحديث بياناتهم، لأن عملية التحديث تشمل عملية النقل من مكان إلى مكان وعملية تصحيح الأسماء وعملية حذف المتوفين وعملية تسجيل المهجرين. لذا ندعو المواطنين إلى استغلال هذه الفرصة لتحديث بياناتهم. أما ما يخص بطاقة الناخب، ندعو المواطنين إلى استلام ما تبقى من بطاقات الناخب المتواجدة في مراكز التسجيل، لأن قانون مجلس النواب الذي شرع من قبل مجلس النواب لانتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 أقر البطاقة البيومترية فقط، أي الناخب التي يمتلك بطاقة بيومترية يحق له انتخاب، أما الناخب الذي لا يمتلك بطاقة بيومترية لا يحق له. مستمرين باستضافة استمارات موظفين الاقتراع لغاية يوم 25/9/2023. طبعا هناك 3 شروط لتقديم الموظف اقتراع. أولا الموظف الحكومي حاصل على أقل شهادة تكون هي الإعدادية، والخريجين المعاهد والكليات أقل شهادة الدبلوم، وطلاب المعاهد والجامعات الحكومية والأهلية اثنيناتها مشمولة. الإقبال كبير جدا، يعني تشوف الزخم اليوم، احنا لتحديث البيانات لحد يوم 8/7/8 لحد باكر آخر يوم تحديث بيانات الناخبين،
التقديم على موظفين الاقتراع لحد يوم 25/9/2023، والاقبال قدامك يعني ما شاء الله زخم واقبال كبير جدا. مدراء التسجيل ومكاتب المفوضية دعوا المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم وأفراد القوات الأمنية والحشد الشعبي والنازحين لتحديث وكذلك التسجيل لموظفي الاقتراع من خريجي الكليات والمعاهد والموظفين لإجراء انتخابات شفافة تمثل كل طبقات المجتمع وخروج مرشحين قادرين للتغيير والنهوض بالبلاد. نهيب بكل المواطنين الناخبين من مواليد 2004-2005 وصعودا المجيء الى مراكزنا لتحديث بياناتهم، لانه الفتره محدوده اصلا، احنا الان في الوقت الضائع، لانه البطاقه الالكترونيه اللي بدون صوره ما تشتغل، يعني ما لا تعمل، فالعمل حينصب كله على البطاقات البيومتريه. ما زالت المفوضيه المستقله للانتخابات وعبر مراكز التسجيل مكاتب انتخابات المحافظه صلاح الدين ومراكز التسجيل بتحديث سجل الناخبين، وعلما ان المفوضيه مددت فتره التحديث لغايه يوم السبت. الهدف منها مراجعة أكثر عدد من المواطنين لغرض تحديث بياناتهم. التباين في عدد المواطنين المراجعين المفوضية مراكز التسجيل أكو عن طريق إذاعتكم أنه ندعو المواطنين إلى مراجعة مراكزنا لغرض استلام بطاقاتهم والقوات الأمنية كذلك. هناك بطائق كثيرة موجودة في مراكز التسجيل. ندعو عن طريق إذاعتكم أنه كل من لديه بطاقة في مركز التسجيل مراجعتنا لغرض استلامها. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. وبالانتقال إلى أجواء بغداد المشغولة بقوائم الانتخابات، أيضا أعلن تيار الفرتين برئاسة محمد الشيع السوداني عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاحها، فيما أطلق السوداني العمل في مشروع توسعة ساحة النسور وتنفيذ مجسرات ربط طريق محمد القاسم السريع بطريق قناة الجيش لفك الاختناقات المرورية. بيان تيار الفرتين برر قرار عدم مشاركته في الانتخابات بأنه يأتي إيمانا بترسيخ الديمقراطية وتعزيزا لمبدأ التداول السلمي للسلطة واستدامة منجز الاستقرار السياسي في البلاد. ويضع قرار السوداني قادة الأحزاب السياسية بمختلف انتماءاتها أمام تحد جديد في كيفية كسب ثقة الناخبين عندما تقف الحكومة على الحياد. وضمن قراءات مختصين لأفاق إجراء الانتخابات بموعدها، يؤكدون أن غموض موقف التيار الصدري يعد من المفاجآت الكبيرة المؤجلة يقابله تحييد التدخل الخارجي مقرونا بتحدي اعتراف الأحزاب والتحالفات السياسية بنتائج الانتخابات. وفي حسابات المعادلة المتوقعة، يستبعد الباحث والأكاديمي فاضل البدراني أن تحقق الأحزاب الناشئة مفاجأة في مجالس المحافظات بسبب التمويل والقناعات على الأرض بعد أن تركت الأحزاب التقليدية ملامح نفوذها بين الناخبين. وضمن حسابات التهدئة وجس نبض المتنافسين أيضا، أكد الناطق السابق باسم الإطار التنسيقي عائد الهلالي عدم وجود نية لقوى سياسية إجراء تغييرات شاملة أو جزئية بمفوضية الانتخابات، ووصف بغير صحيح تحريك هذا الموضوع بعد تحديد الموعد وإجراءات تأجيل تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية، مشيرا إلى اتفاق سياسي بأن إجراء التغيير سيتم إلى ما بعد الانتهاء من العملية الانتخابية للمجلس أو للمجالس المحلية المقبلة. وكانت قوى سياسية تحدثت عن وجود نية لإجراء تغييرات مرتقبة ينتظر أن تشمل أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي الجهة المسؤولة عن عملية تنظيم وإدارة الانتخابات. وفي معركة سياسية تحتمل عناوين الفشل والنجاح بوقت واحد، يستمر حراك الكتل السياسية لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة مع توقع سيناريوهات مفتوحة على جميع الاحتمالات بالنظر إلى التغيير الكبير الذي ستشهده الساحة السياسية والخارطة الانتخابية لقوى الإطار، وسط استثناءات وتكتيكات جديدة لأغلب الكتل قبل وبعد الانتخابات. وفيما رجح النائب نايف الشمري تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، فإنه حذر من إرادات سياسية تعمل على تقسيم محافظة نينوى عبر محاولات لإثارة النعرات الطائفية والعشائرية،
وكشف عن 10 تحالفات سياسية تتنافس في المحافظة بالانتخابات المحلية المقبلة. يأتي في المقدمة تحالف تقدم والحزب الديمقراطي ونينوى لأهلها والعقد الوطني. ولأن الجميع يحسب الخطوات جيدا لمنع افتعال الأزمات بالتوقيت الخطأ، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إن الاجتماع الذي عقده مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد كان مهما، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على حل المشاكل. وأكد المالكي الاستماع إلى شكاوى وملاحظات وفد ديمقراطي، لافتا إلى أن دولة القانون يحترم مطالب وفد الحزب وسيتم العمل على حل المشاكل وأوجه القصور فيها، ويشار إلى أن وفد البارتي قد مدد إقامته في بغداد يومين إضافيين لاستكمال الحوارات المتعلقة بالنفط والغاز واستحقاقات الإقليم في الموازنة بالاستفادة من أجواء مريحة في الحوارات مع مختلف القوى الحكومية والسياسية. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الترحيب والسرور باستقبال إخواننا وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني الشقيق والصديق، وكانت أجواء جدا مهمة وأساسية في المناقشات التي تناولت أمور منها تمس الوضع في بغداد والحكومة الاتحادية، ومنها تمس العلاقة مع الإقليم ووضع الإقليم أيضا، والقضايا التي فيها ما لم يكن منسجما مع ما اتفقنا عليه في ائتلاف إدارة الدولة. الإخوان عندهم شكاوى من هذا الجانب أن ما تم الاتفاق عليه لم ينفذ. نحن استمعنا لهذه الشكاوى ونحترمها، وتعهدنا بأننا سنعمل على معالجتها بالتعاون مع أخواننا في الإطار وفي مع الحكومة، وطلبنا من الأخوان أيضا أن يكونوا مساهمين معنا في إيجاد مثل هذه العلاجات حتى لا تتطور وتتحول إلى أزمة. الإطار التنسيقي كل القوى التي يتشكل منها لها علاقات طيبة مع الإقليم، مع الأحزاب الأساسية بالإقليم بشكل عام، وأنا أعتقد العكس تماما، هو الإطار هو الضمانة للعلاقة الإيجابية بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية. بالعكس، أنا طلبت من الإخوان بصراحة أنه ردنا قائمة بالأمور التي لم تنفذ والتي هي مثار، ما أقول أثار أزمة ومشكلة بين الحكومة وبين الإقليم، وإنما هاي مطالب تعرض على السياقات الدستورية والقانونية وفيها حقوق لمواطنين كرد ويجب أن تعالج، لأننا لا نريد أن يتضرر أي جزء من أبناء الشعب العراقي. سيد مالك، تطمع على الحكومة العراقية لإرسال مستحقات إقليم كردستان شهريا مثل هو هذا الكلام الذي تم الحديث عنه، وسنسعى جاهدين على أنه هذا الاتفاق النفط الذي حصل، وبما أن النفط لم يصدر من إقليم كردستان لحد الآن بسبب الموقف من جانب التركي، بالنتيجة يجب أن يكون تغطية لنفقات الإقليم إلى أن تعود الأمور طبيعية في عملية تصدير النفط. بس بأي شكل من الأشكال، بتسويات، بسلف، لابد وأنه يصير تغطية لاحتياجات الإقليم. أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي الاتفاق بين وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي في بغداد على تصفير الأزمات في المرحلة المقبلة والالتزام بتنفيذ بنود الموازنة العامة، وأكد أن الإطار والحكومة بحضور السوداني أبدوا استعدادهم تنفيذ بنود الموازنة وأن تكون هنالك مرحلة جديدة من التفاهمات والتوافقات، فيما يشير مطلعون إلى تفاهمات تقضي بحل الملفات الخلافية بشأن حصة الإقليم من الموازنة وآليات تصدير نفط الإقليم. وفي وقت سابق أكد عضو المكتب السياسي للديمقراطي بشتوان صادق الاتفاق على صرف الرواتب الشهرية لموظفي كردستان، وذلك بعد سلسلة مباحثات مع الحكومة العراقية وقوى سياسية في ائتلاف إدارة الدولة. ولمعرفة الجميع بأن كل التوقيتات يحكمها الاستقرار، تتجه بوصلة العلاقات الأمريكية العراقية نحو شراكة جديدة توازن بين الأمن والمصالح الاقتصادية بعد التحقق من تراجع خطر إرهاب تنظيم داعش بنحو 65%، وعدم قدرته على تنفيذ هجمة دموية في ضوء نجاح القوات العراقية بمسك زمام المبادرة على الأرض،
مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن قراءات واقعية جديدة ستغير شكل التواجد العسكري الأمريكي في العراق ليبقى في حدود المشورة والدعم اللوجستي دون أعداد كبيرة مثل استخدام طائرات مسيرة وطائرات استطلاع للمساعدة في تحديد أهداف التنظيم وإزالتها، خاصة بعد تراجع أعداد مسلحي داعش إلى أقل من 1000 مع غياب القيادة المؤهلة لإعادة تنظيم الصفوف نتيجة وعي مجتمعي عراقي رافض لكل أشكال التطرف. وفيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية عليا لتقييم العملية المستقبلية المتعلقة بمهمة التحالف الدولي وإنهاء ملف النازحين، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى عودة 40 أسرة نازحة من مخيم الجدعة الخامس إلى مناطق سكناها في مدينة الموصل. وقال محافظ نينوى نجم أجبوري أن الأسر عادت إلى مناطقها في مدينة الموصل القديمة، وهي آخر ما تبقى من الأسر النازحة في مخيم الجدعة الخامس جنوبي الموصل. وأضاف أن عودة هؤلاء إلى مناطقهم جاء بعد اكتمال التدقيق الأمني. ونبقى في عالم العلاقات الدولية ومخرجاتها السياسية بشكل خاص، فقد نفت وزارة الخارجية العراقية تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن وكيل الوزارة لا يحمل الجنسية الكويتية، والوزارة تعمل على رعاية المصالح العليا للدولة العراقية وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقي العزيز دون التفريط بسيادة البلاد أو مصالحها الوطنية. وكانت النائب علي نصيف ذكرت في تغريدة أن وزارة الخارجية العراقية عينت صاحب الجنسية الكويتية محمد بحر العلوم رئيسا للجنة التفاوضية مع الكويت، وصفة القرار بالكارثة عندما يصبح رئيس اللجنة هو الخصم والحكم. ولأن حدود المناورة في الأولويات غير مخصصة لميدان دون آخر، يشكو مواطنو محافظة ديالى من رداءة مشاريع الطرق منذ سنوات لعدم اعتماد مواد أولية رصينة، إلى جانب مشاكل المحصصة والفساد التي أجهضت أدوار لجان الرقابة والنزاهة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. هذا المنظر ليس لمضمار سباق، بل هو لطريق يعتبر الأكثر أهمية بين الطرق الرابطة بين المحافظة والعاصمة بغداد باتجاه مناطق الإقليم، والذي تهالك لكثرة التخسفات والتكسرات بعد إنجازه بفترة قليلة. والله هذا الشارع يعني تبليطة مو زين، لو تبليطة زين كان هي صار بي، يعني صار سنة ما صار لنا هذا، هيك يصير بي هالشكل؟ من مراقبة يا اللي يراقب؟ قل لي بس فهم، بس العالم تريد يعني تاخذ وتمشي. بالنسبة لهذا الشارع ما صار لأعوام من سووه، وهذا تشوفه أمامكم متحفر وجاي نعاني من يمه، والسيارات جاي تعاني، وأغلب الأمور جاي تصير حوادث بسبب يعني تفاجئون شارع جديد وبنقر وبطسات وبحفريات من طول الشارع إلى طوله، من بعقوبة إلى خان بني سعد وأنت طالع. هذا الشارع حفريات، ولا بلدية تجي ولا حكومة تجي تسوي، وهاي تشوف بعينك هاي القصات وهاي الأمور. وأكد مسؤولون في المحافظة على أن آلية تنفيذ مشاريع الطرق تسودها الكثير من الشبهات بسبب سوء التنفيذ، ما دفع بنواب من المحافظة بالإيعاز لمديرية الطرق والجسور إلى عدم استلام المشاريع الغير مطابقة للمواصفات العلمية في الإنجاز. سبق أن تحدثنا وبينا للرأي العام وللجمهور الطريقة السيئة لأعمال المشاريع اللي موجودة في محافظة ديالى، وبالذات وبالأخص طريقة التبليط لطرق محافظة ديالى. تم تصحيح قسم منها إلى أنه هنالك الكثير من هذه الطرق هي سيئة من ناحية الجودة ومن ناحية طريقة العمل والأداء، عدم وجود حدر صحيح، عدم استخدام مواد صحيحة في مادة القير للتبليط، ولذلك دائما نشوف أنه عمر الشارع في محافظة ديالى الطريق يكون من شهرين إلى 3 شهور ويرد يخرب بالكامل. وتم الاتفاق مع مديرية الطرق والجسور بأنه عدم استلام أي طريق من هذه الطرق اللي إنجازها غير صحيح ومخالفة للضوابط لكي يتم إعادتها من جديد على حساب الشركة، وخلاف ذلك نقوم بإحالتهم بدعاوى قضائية. أخطر الطرقات في ديالى
هي تلك التي تربط المحافظة بالعاصمة بغداد وبإقليم كردستان، والتي تشهد صراعات حزبية على إعادة ترميمها، ما يعني أن المواطن العراقي يقع ضحية لسباق الأحزاب على هذه الصفقات والاستيلاء على خيراتها. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية. وإلى وسط، ولأن الاحتياجات متشابهة بين المحافظات، فبعد توزيع وجبة جديدة من الأراضي السكنية على المشمولين، أبدى المواطنون استياء كون القطع المستلمة في العراء ولا تصلح للسكن في الوقت القريب، مطالبين الحكومة إيصال الخدمات الأساسية لها للاستفادة منها والمباشرة بالبناء. شرعت في هذا اليوم المبارك مديرية بلدية كوت بتوزيع وجبة جديدة من قطع الأراضي السكنية على الشرائح المشمولة بالتوزيع، استنادا إلى ضوابط وتعليمات قرار مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 2019. رسالة اطمئنان إلى كافة المواطنين في محافظة واسط بأن مديريتنا مستمرة في إفراز كافة القطع الأراضي السكنية من أجل توزيع على كافة الشرائح وحسب خطة السكن الموضوعة لهذا الغرض. توزيعة هذا اليوم شملت كافة الشرائح المشمولة، ولكن على ضوء المفاضلة وضوء النقاط. تشكلت لجنة في مديرية بلدية الكوت لاحتساب نقاط المفاضلة، علما بأن نقاط المفاضلة حسب الضوابط والتعليمات الخاصة بوزارة الإعمار والإسكان بموجب كتابها المرقم 4263 في 17/2013. مديريتنا مستمرة في إفراز كافة القطع السكنية من أجل توزيعها على كافة الشرائح وحسب الضوابط والتعليمات النافذة. المواطن من يأخذ القطعة شو يسوي بها؟ إذا بيت توفر له خدمات، إيصال الكهرباء، الماء، لأنه قطعة بتشور، خلينا نحكيها بالعامية. ثم مطالبتنا الرئيسيه لمحافظه الواسط اكمال يعني عندنا هسه القطع اللي توزعت على الصحفيين اكثر من اقول عفوا على الشرائع الواسط اكثر من 35,000 قطعه، يعني محروم من الخدمات. يعني هذا المواطن شلون يسكن بها غير توفر شوارع، توفر له ماي، كهرباء، خدمات، ايصال، بنى تحتيه، حتى المواطن الواسط يقدر يبني يسكن بها، وقطعه بتشون ما ترهم. يعني على قولتهن نطالب بالجزء بالشيء الاهم بايصال خدمات لهذه القطعه على الاراضي السكنيه اللي توزعت على كافه الشرائع الواسطي، والمواطن الواسطي محروم بهذا المجال، والمواطن العراقي راد له بيت كفل الدستور كفل هذا. فجهودنا، ونشكر قناتكم اللي هي سباقه بنقل هموم الواسطين، مبروك، مشكورين ومبروكين لكل المستلمين. بصراحه واسط كانت محرومه من قطع الاراضي ولا توزيع بالسنوات السابقه، حاليا يعني بصراحه نشوف توزيع خير من الله، يعني توزيع بس اليوم 3000 قطعه، الاراضي اللي موجوده اللي عندنا واسعه جدا، بصراحه نتمنى توزيع اكثر شمول اكثر مواطنين، خدمات بصراحه نريد اكثر، يعني صحيح المحافظه بها خدمات وحلوه بس نريد اكثر، المواطن ما طالب شيء، خدمات ما يعني ما شاء الله التوزيع خير من الله، بس نحتاج خدمات بعد. صراحة جاي تتوسع المدينة في واسط، وجاي يتوسع البنيان في واسط، العمران ما شاء الله خير من الله، المشاريع اللي دا تمشي يعني بصراحة سلسة ومشاريع قوية، كنا نحلم بهاي المشاريع وبهاي الشوارع، هسه خير من رب العالمين، جاي نشوف اكو عمار واكو بنيان واكو حتى توزيع بكثرة، قطع اراضي توزيع هواية، ناس جاي تستفاد، ماكو ما اعتقد يعني في السنة سنتين ما اعتقد اكو واحد ما راح يستفاد. ولأن احتياجات العراقيين موزعة بين الخدمات الحكومية وآفاق التواصل الجديدة مع العالم التي غالبا ما تنقصها الضوابط، ومن بينها انبعاثات أبراج الاتصالات بين منازل المواطنين التي يتغاضى عنها البعض بتوفير كهرباء دائمة وقائمة اتصالات مفتوحة، لكن في الناحية العباسية في النجف، وبعد تسجيل مئات الإصابات بمرض السرطان بالناحية بسبب انبعاثات لأحد الأبراج أو أبراج الاتصالات وسط البيوت، طالب الأهالي الحكومة إيجاد حل جذري وإيقاف تفشي الموت، وأكد مواطنون أن الثروة الحيوانية لاقت الأخرى نصيبا تسبب بموت الكثير منها والتي تعد مصدر عيشهم، مستغربين تجاهل الأمر من قبل الجهات المعنية منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا. صار تقريبا أكثر من 10 سنوات مئات الحالات موجودة مرض سرطان. زين، هذا البرج حسب معلوماتنا اللي احنا ندري بها، هذا كيلومتر مربع يأثر على المناطق، وما فقط اقتصر على البشر، لا حتى على الحيوانات، أجلكم الله.
يعني الحالات الموجودة حاليا التشوه أمراض سرطانية يعني حالات ما شايفينها أبدا. البيئة طلعت لهنا، لكن البيئة بسبب فلان وعلان غير اتجاهها. أنت اليوم الحكومة المحلية أنت تعرف وجاي، تعال اطلع مرة اثنين ثلاثة وشوف، اطلع على الأمراض هاي الموجودة. هاي الدفاتر، هاي الدفاتر مال الأمراض، وهاي التقارير، طبعا عشرات التقارير الموجودة، لكن تعرف احنا الناس ملت من المناشدات. نحن أبناء منطقة أبو غراب ناحية العباسية محافظة النجف الأشرق، اليوم نعاني من مشكلة حقيقية وكارثة حقيقية صابت أبناء المنطقة، سببها أنه هذا البرج الآسيا اللي موجود في المنطقة سبب أمراض سرطانية صابت جميع فئات المجتمع، نساء، أطفال، كبار السن، حتى الحيوانات. اليوم اللي إحنا منطقة زراعية نعتبر عايشين على الله وعلى الحيوانات، هاي الحيوانات جاي سبب إسقاط. ناشدنا جميع الجهات، البيئة ناشدنا الصحة، صراحة ماكو أي استجابة. الدولة من حطتها وراحت العالم، بس احنا لا مستفادين من عندها، لا هاي لا كل شيء، لا خدمة، لا هاي، بس حاطين هنا واحنا نتمرض من برا. هذا تمرض، شنو هذا لا تمرض، شنو ذنبه هذا، شنو كبره هذا لا تمرض، شنو ذنبه هذا لا تمرض، هذا شنو ذنبه؟ انا اذا تمرضت من يفيدني؟ من يجيني؟ الدولة تفيدك؟ الدولة اذا انا قاعدة اضخ فلوس لا تجي تشوف هذا البريج، لا هاي شنو عم احنا. تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. نيجير فان بارزاني يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل وانتخابات الإقليم. سوق الطيور في السليمانية 70 عاما مرت على إنشائه وما زال الأهالي يرتادونه. وإيران تقول إنها حصلت على تكنولوجيا صواريخ كروز الأسرع من الصوت. ومحكمة باكستانية ترفض استئناف عمران خان على الحكم بإدانته في تهم فساد. إلى التفاصيل مجدداً، أهلا بكم. التقى رئيس أقليم كردستان نيجير فان بارزاني ديفيد بيرغ القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، وذكر بيان صادر عن رئاسة الأقليم أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين أربيل وبغداد وحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما وأهمية حل المشاكل الداخلية في أقليم كردستان وإجراء الانتخابات البرلمانية الكردستانية وأوضاع قضاء سنجار والمكونات الدينية. بدوره أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق عن ارتياحه لتحديد يوم إجراء انتخابات برلمان كردستان ومرحبا بهذه الخطوة. يعد سوق الطيور من أقدم الأسواق في محافظة السليمانية الذي يعود تاريخه لأكثر من 70 عام، حيث يلتقي فيه أهالي السليمانية وزوارها لشراء جميع أنواع الطيور والحيوانات. عباس محمد والتفاصيل. يعتبر سوق بيع الحيوانات من أقدم الأسواق في مدينة السليمانية، ويعود تاريخه إلى 70 سنة، ويسمى بالكردي جير بردقا، أي سوق تحت الجسر بالعربية، ويكتظ فيه الناس يوم الجمعة من مختلف المحافظات العراقية لبيع أنواع الحيوانات من الطيور والأرانب والماعز والحيوانات الأخرى. من الحية للبعير موجود بالسوق، يعني أنواع حيوانات، بلابل، طيورات، سقر، شو ما أدريني، حية، عقرب، أي شيء تريد موجود بالسوق. صار له 100 سنة هاي السوق موجود، أزيد من 100 سنة. السليمانية صار هاي الجسر يقولون جوا جسر، يعني بس مال طيور ومال حيوانات، يعني ماكو هسا اللي تشوفه، يعني مثلا يشترون ويبيعون، وخصوصا الرواتب شوية يتأخر، عالم مو هالقد يقدر يصرف. هاي السوق قديمة من 50s، احنا بالكردي نقول له جير بردكا، وبالعربي جوا جسر. الطيور موجوده هناك، العصافير والكوكتيل والفيشر والروس والارانب والدجاج، كل الناس ايام الجمعه يجون هنا اللي يشترون ويبيعون، وناس هناك يعني يرتاحون من يجون لهذا السوق بالنسبه لهاي السليمانيه.
وبين الحين والآخر يرتاد أهالي المدينة وزوارها هذا السوق لكي يشتروا أنواع من الدجاج أو الديك أو البط أو الوز أو الفسيفس التي تربى في القرى القريبة من مدينة السليمانية. احنا كل جمعة نمر على سوق الغزل مال السليمانية، مثل سوق الغزل مال بغداد، دواجن اكو، شامي اكو، امريشي اكو، هذا كلش غالي الاسعار ماله، كم حوالي 70 الديك 70 الشامي، اكو ب 100 للعرق يحتاجون بيها، وارنب موجود هنا، ارنب امريشي موجود، ارنب كردي موجود، وترجيم موجود، نولنديم اكو، يعني انو اشكال موجودة هنا. وبقية الحيوانات احنا ما نحب اي واحد يصيد الحيوانات الجبلي، ليش؟ لانه يقلل بمرور الزمن يقلل كلها. اليوم جينا السليمانية جاي من الجامع الكبير، جينا لسوق الطيور، بعض سوق الطيور بالحيوانات الاليفة، بحيوانات اللي تعجبك، بعض هسه عندك القندورة، الارانب بين السوق والداخل، البيوت تعجبك يعني النوبات مثل الطيور اللي تعجبك مثل الغندورة، الأرانب، بعض الطيور، فناجس، يعني الشيء اللي يعجبك تاخذه. ويضم سوق الحيوانات أسبوعياً إن لم يكن يومياً أعداداً من الحيوانات النادرة، وكذلك البغبغاوات والقطط من مختلف الفصائل والأحجام والأسعار. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية. ذكرت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء أن إيران حصلت على التكنولوجيا اللازمة لصنع صاروخ كروز أسرع من الصوت، لا يزال قيد الاختبار. يأتي الإعلان وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة في الخليج، وبعد الكشف الأسبوع الماضي عن سفن جديدة مزودة بصواريخ يبلغ مداها 600 كيلومتر. وقالت تسنيم هذا الصاروخ، وهو جيل جديد من صواريخ كروز إيرانية الصنع، يخضع حاليا لاختبارات وسيكون حقبة جديدة من القوة الدفاعية الإيرانية. قال فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن محكمة عليا في البلاد رفضت استئناف خان على الحكم بإدانته في تهم فساد، مما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب. وكان خان محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي، مما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية. وأصبح خان ممنوعاً من تولي أي منصب عام لمدة 5 أعوام، مع بدء تنفيذ حكم بسجنه 3 أعوام بتهم بيع هدايا بشكل غير قانوني. وألقي القبض على خان الذي نفى ارتكاب أي مخالفات في منزله بلاهور، ويحتجز حالياً في سجن قرب إسلام أباد. For a requisition that he should not hear this case because our client, the former Prime Minister of Pakistan, doesn't actually want that he should do his proceedings because he doesn't believe in him and he doesn't trust him anymore. قضت محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك على المتهم دايرو أنطونيو أوسوغا المعروف بأوتون جيل بسجن مدة 45 عاما بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات. وكانت كولومبيا سلمت أوتون جيل في أيار 2022، والذي أقر بتهمة الاتجار الدولي بالكوكايين، مؤكدا أنه أدخل أكثر من 96 طنا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة عبر أمريكا الوسطى والمكسيك. وأيدت قضية بمحكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك طلب المدعي العام، مؤكدة أن الأمر يتعلق من دون أدنى شك بإحدى أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات التي تعرض على المحكمة. تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يعتبر خدمة الناس أولوية استثنائية، ويؤكد متابعته المباشرة لكل ما ترصده وسائل الإعلام من احتياجات ومطالب. تطمينات بقوائم جديدة للتعويضات ومستحقات الفلاحين في صلاح الدين، والسوداني يدير ظهره للانتخابات والتفرغ لبرنامجه الحكومي.
ائتلاف إدارة الدولة يتفق على رواتب الإقليم وحصص الموازنة، ومخاوف من استنساخ سيناريو التصعيد الطائفي والعشائري في نينوى. شراكة أمريكية عراقية جديدة توازن بين الأمن والاقتصاد وتنافس الصين وروسيا، واستغاثة في النجف من سرطان أبراج الاتصالات. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.